فجوزي يعني متضايقه كده وزعلانه، فقال لي جاب لي العجان بقى، قال لي فرحني وكده. فالحمد لله ربنا يا رب يحفظه. فهقوم معاكم دلوقتي نفتح الكرتونه ونشوف بقى الادوات بتاعه العجان، وهي ماركه اسمها موديكس. اتمنى يا رب ان الفيديو كده يعجبكم، وطول ما انا شغاله بالعجان هقول لكم برده عيوبه ومميزاته، ولو عرفت بعد ما اصور الفيديو لو عرفت اعمل لكم فيه اي اشغله لكم كده، اعمل فيه زبده او اعمل فيه اي حاجه ان شاء الله هعملها. لو ما كانش كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه طول ما انا بشغله هقول لكم ان شاء الله على مميزاته وعيوبه. يلا بينا نقوم نفتح الكرتونه ونشوف العجان شكله ايه، ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وقبل ما نبدا كده بقى ونسمي بالله، يلا شجعوني بلايك وشير للفيديو كده وكومنت حلو، واللي ما اشتركش في القناه يتفضل يشترك عندي، ويشرفني ويسعدني اشتراكه طبعا. ويلا بينا. دي كده شكل الكرتونه بتاعته زي ما انتم شايفين، هو ده شكله. بس طبعا انا مش جايبه اللون الاورنجي ده لان ما كانش موجود غير اللون الابيض بس، فمش عارفه بقى كده الماركه هتبقى باينه عندكم ولا لا. طبعا عشان بصور بالكاميرا الاماميه فممكن الكلمه تيجي بالعكس، هو اسمه موديكس، فانا مش عارفه بصراحه هو حلو ولا لا. بس في ناس بيبيعوا ادوات منزليه يعني، فبصراحه شكروا لي في الماركه فقلت هجيبه بقى، وتوكلي على الله وهقول لكم سعره وهقول لكم كل حاجه في العجان. دلوقتي هفتح الكرتونه معاكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا هو بالشكل ده، محطوط بالشكل ده كده. بسم الله. بصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده اهو. طبعا اول حاجه لما بنيجي نستخدم العجان انا جايباه بس كده بالزاويه دي على السيبان عندكم اكتر. طبعا بنرفع الدراع ده، هو بيفتح معانا العجان بالشكل ده كده. بسم الله نحاول بس ما نفتحش قوي. تمام. وبنلف الحله طبعا بنفتحها، لازم طبعا بناخد بالنا ان الحله من تحت فيها زي مسامير كده بتتركب في العجان من جوه هنا، يعني ليها اتجاه كده زي الخلاط، فناخد بالنا قوي من الحاجات دي، الفتحات اللي هي في القاعده دي زي ما انتم شايفين. ماشي. ابتدي بس اجيبه بس كده شويه، بيقفش قفشه في الركابه، الكاوتش بتاعه بيقفش بطريقه، وانا عايزه كل حاجه تبقى واضحه بس قدامكم بالشكل ده كده. شوف بقى المحتويات بتاعته، الحاجات بقى، بصوا الحاجات دي الحاجات دي الواحد بيحب يفضل يطلعها كده. بصوا دي الاداه طبعا اللي هي بتاعت الكيكات بقى وخفق البيض والحاجات دي. تمام. لما بنيجي طبعا نركب الاداه دي ليها اتجاه وليها بنز كده اللي هو زي المسمار ده، وفي نفس المكان برضو هنا كده، لازم نزق لفوق كده. تمام. ونلفها كده عشان حكايه الامان يعني، نركب الحاجه كويس على اساس برضو نحافظ عليها، وطول الوقت واحنا بنستخدمها تبقى شغاله معانا كويس. دي القطع بتاعته الثانيه اللي هي الكف ده، الكف ده طبعا بتاع العجائن الخفيفه يعني زي البيتي فور، زي ممكن مثلا نعمل اعمل بيه الزبده. تمام. بيتعمل بيه الحاجات الخفيفه، غير الاداه دي بقى اللي هي دي بتاعت العجن الفطير بقى، المشلتت والخبز بقى والفينو والحاجات اللي احنا المخبوزات اللي احنا ان شاء الله نعملها مع بعض على طول دي باذن الله. ودي كده الحله بتاعته. طبعا هو قال لي سعه الحله دي 5 لتر او 5 كيلو، بس طبعا انا لما اجي اشتغل فيها لا يمكن احط فيها طبعا كميه دقيق كبيره، يعني دي بالكتير ممكن احط فيها كيلو دقيق، على اساس برضه ابقى محافظه على الحاجات اللي عندي. وزي ما قلت لكم تركب بالشكل ده كده. تمام. ثانيه واحده عشان انا واقفه بس من جوه، فالحول واخد حد معايا دلوقتي كده. تركب بالشكل ده كده، ولازم لما اجي انزل برضه القطعه اللي فوق دي عشان اشتغل لازم برفع برضو الدراع ده كده، ارفعه كده. تمام. وانزل بالشكل ده عشان برضو يعني انا اول مره اتعامل مع عجان، فانا يمكن برضو عماله بقول الحرص ومش عارف ايه عشان الحاجه برضو مش رخيصه والواحد يحافظ عليها. انا هجربه لكم بقى دلوقتي ان شاء الله. هو 8 سرعات، وهنبتدي بقى دلوقتي هشغل. طبعا لما تيجوا تشغلوا اي حاجه في الاول طبعا تشغلوا على السرعه البسيطه الاول على اساس ما تدوش الماتور ده، فنشغل على السرعه الهاديه الاول. شغلنا كده على السرعة الهادية زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، يعني انا حاسة ان صوته كويس مش مزعج ولا حاجة. نكمل لكم بقى بقية الادوات بتاعته.
اللي هي طبعا المكرمه دي، المكرمه بتاعت اللحمه دي اهي. طبعا بصوا دي طبعا بتتفك بقى، الوش بيتفك وفيها طبعا الوش بتاع اللحمه ده كده. ديت الوش اللي هو الافتتاحات كبيره ده بتاع اللحمه الفرم اللي هتبقى خشنه، وده طبعا طريقه كده بتتركب برده كده، يعني ممكن كده تدخل فيها. هوريكم برده بقيه الحاجات بتاعتها، بس انا هركب بس دي الاول كده. وطبعا زي ما اتفقنا بصوا هي ليها اتجاهات في التركيب، يعني زي ما بتقول زي ما بنركب الخلاط كده ليها اتجاهات واحنا بنركبها. نفتح طبعا الجزء ده كده، بسم الله. بصوا كده بقى هنيجي نركب المفرمه كده بالشكل ده تمام، حسب الاتجاه بتاعها. بعد كده نعدلها كده بالشكل ده تمام. وده كده الطبق بتاعها، هي بيبقى ليها اتجاه كده وهي بتتركب. ده الطبق بتاعها بيتركب فيها كده، لا كده لجوه تركب فيها كده، كده شكلها. والجزء ده بصوا انا عايزه بس الكاوتشات بتاعتها بتلزق جامد قوي. بصوا كده ده الجزء بقى اللي هنركب فيه الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل الشفشق بتاع الخلاط، جميل جدا وطبعا مترقم، سهل طبعا تركيب الخلاط ده سهل. بناخد بالنا برضو، بناخد بالنا برضو من تركيب الخلاط من تحت اللي هي الجزء القطعة اللي لونها ابيض دي تمام. في يعني تركيبة ليها هنا اهي صغيرة. ده كده تركيب الخلاط بالشكل ده. ادوات بتاعته اللي هي بقى المفرمة، بقيت ادوات المفرمة اللي هي الجزء ده طبعا اللي بيتركب هنا، ده اللي بيتعمل بيه السجق او الممبار، تحشي بيه الممبار والحاجات دي تمام. دي كده القطعه دي بتاعت الكفته المفرغه، يعني الحاجات دي ان شاء الله لما نعمل يعني الحاجات دي مع بعضها مع بعضنا يعني ان شاء الله هنشوفها. والقطعه دي اهي بتاعت فرم اللحمه ناعم قوي، ودي اللي هي المتوسطه، الادوات اللي هي بتتركب في المفرمه بس. وديت بقى القطعه دي بيتشال فيها الادوات دي، وفي نفس الوقت دي بتضغطي بيها في المفرمه من فوق. لما تكوني بتعملي كفته بتعملي حاجه بتضغطي او بتفرمي لحمه بتضغطي على الحاجات اللي انت بتنزليها في المفرمه، على اساس يبقى عمليه الفرم معاكي سهله. وده كده شكل العجان، وده كده الضمان بتاعه، ده ضمانه سنه، ف مبروك عليا. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم بحاجه يعني. وده زي ما قلت لكم سعره 4500، يعني سعره معقول قوي على الامكانيات ان هو متعدد يعني وكده. وماركته انا سالت حد بتاع ادوات منزليه وقال لي الماركه بتاعته لا بسم الله ما شاء الله حلوه. فاتمنى يا رب ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في دعواتكم الحلوه ولايك طبعا اكيد. وان شاء الله نبقى نعمل حاجات بقى في العجان دي ونشوفها مع بعض باذن الله. وكنت معاكم حسناء عبد العزيز من قناه ست الحسن، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.